اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره ايناس، نورتينا في وحده التعليم الطبي المستمر، وشرف لينا وجود حضرتك والله. الشرف ليا والله يا دكتورة ريم، ربنا يخليك يا دكتور، أنا مبسوطة قوي اتفضل. يعني إن أنا معاكم النهاردة والله، ويعني كانت دعوة جميلة من الدكتورة هالة، يعني والله بجد يعني دكتورة هالة أخت وصديقة عزيزة عليا وأنا بحبها قوي يعني، وهي إنسانة محترمة يعني. كلنا بنحبك يا دكتور والله. الله ربنا يبارك يخليك في يا ريم، حضرتك. الله يخليك يا حبيبتي، وأنا كمان بحبكم والله. مع أبدأ؟ حضرتك، اتفضل. اه اتفضل يا دكتور. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد رسول الله. Today we are going to talk about soft tissue management around dental restoration. الحقيقة إن الدنيا كلها في طب الأسنان قايمة على الأستاتيك، الناس كلها بتتكلم عن الأستاتيك، يعني بيقول لك أنت عندك عيادة بتعمل أستاتيك دلوقتي، وكل شغلنا مبني على كلمة أستاتيك، يعني سابوا الفيلينج وسابوا الحاجات الأساسية والبيزك بتاع طب الأسنان واتجهوا كلهم للإستاتيك. الحقيقة إن الإستاتيك في الدنتستري انكلود وايت إستاتيك أند بينك إستاتيك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن المظهر بتاعي أو المظهر الأسنان بتاعتي بتعتمد على حاجة اسمها وايت إستاتيك، اللي هي الناتشرال توس أو ريستوريشن اللي أنا حطاه اللي بيمثل السنة أو الكلينيكال كراون بمعنى أصح، وحاجة اسمها البينك استاتيك اللي هي الجينجيفا والانتردينتال بابيلا. طيب يعني حلم كل طبيب أسنان مننا، أو حلم كل واحد متخرج من كلية طب الأسنان، أو واحد حلم كل واحد فاتح عيادة، إن هو يحقق المنظر اللي احنا شايفينه ده، يحقق المنظر اللي احنا شايفينه ده. تمام. Is the soft tissue important for long-term success of dental restoration? Yes, yes, yes. هل السوفت تيشو مهمة زيها زي الاوستيو انتجريشن اراوند دنتال امبلانت؟ طبعا طبعا. هل انا لو جالي واحد في العيادة النهاردة بالحالة اللي انتوا شايفينها دي، بالحالة اللي انتوا شايفينها دي، هل ده ناجح؟ هل ده استاتيك ناجح؟ هل ده امبلانت ناجح؟ هل ده ريستوريشن ناجح؟ لا، ده فيلير. انا بالنسبة لي ان ده فيلير، يعني انا شايفه ان ده فيلير مش نجاح خالص، يعني ده بالنسبه لي ده فيلير نوت سكسس. طيب ايه اللي انا عاوزه اتعلمه عن السوفت تيشو، او افهم ايه في السوفت تيشو؟ هاو دو وي نيد تو ليرن اباوت سوفت تيشو؟ عايزين نفهم ايه عن السوفت تيشو، عاوزين نعرف الاناتومي بتاع السوفت تيشو. لازم نعرف الاناتومي، ما انت لو مش عارف النورمال مش هتعرف الابنورمال، فلازم تعرف النورمال اناتومي. طيب ولازم تعرف حاجه اسمها النيتشر بتاع السوفت تيشو، طبيعه السوفت تيشو، والبايو تايب، والبايو تايب اوف سوفت تيشو. وكمان لازم تعرف حاجه اسمها رياكشن تو انفلاميشن، يعني السوفت تيشو ده بيتعامل مع الانفلاميشن ازاي. وكمان عايزين نعرف البروبلمز اند هاو تو مانجمنت ذيس بروبلمز. تمام. فاحنا عايزين نفهم الكلام ده واحده واحده كده عشان نفهم ايه الموضوع. كل الناس عارفه الاناتومي بتاع البريدونشيوم، وعارفين ان البريدونشيوم انكلودز الجينجيفا بريدونتال ليجامنت والسمنتوم والالفلر بون. الجزء الوحيد اللي بيدي استاتيك في البريدونشيوم الظاهر هو حاجه اسمها الجينجيفا. يبقى الجزء الحاجه الوحيده اللي باينه عندنا اللي بتدي الاستاتيك البنك استاتيك ده اللي هي الجينجيفا. طيب الجينجيفا دي بتتكون من ايه؟ الجينجيفا دي بتتكون من فري جينجيفال مارجن، اهوت الفري جينجيفال مارجن اهو حوالين السنان اهو، اللي هو مكان السلكس اهو فري جينجيفال مارجن، وكمان اتاتش الجينجيفا والانتر دنتال بابيلا والالفلر ميوكوزا اللي بيفصلها بينها وبين الاتاتش الجينجيفا الميوكو جينجيفال لاين اهو الميوكو جينجيفال لاين. يبقى الجزء الوحيد اللي بيدي الاستاتيك في البريدونشيوم والظاهر هو اسمه الجينجيفا، والجينجيفا بتتكون من فري جينجيفال مارجن تاتش الجينجيفا والانتر دنتال بابيلا اند الفولار ميكوزا. في حاجه عندنا في البريو مهمه جدا جدا جدا، حاجه اسمها الانتر دنتال بابيلا. الانتر دنتال بابيلا، الحقيقه الانتر دنتال بابيلا هي السبعه دي، السبعه دي او الثمانيه تحت طبعا، هي السبعه دي في
في الابر او في اللور الثمانيه اللي هي بتملى الحته اللي اسمها الامبريجر اريا اللي فوق الكونتاكت بوينت او الكونتاكت اريا في البوستيريور. طيب بتتكون من ايه البابيلا دي؟ البابيلا دي بتتكون من حاجه اسمها فيشيال بابيلا اهي اللي هي البقل اهو الموجوده هنا الفيشر ليبيا او بقل، وحاجه اسمها لينجوال او بلاتال بابيلا، لينجوال او بلاتال بابيلا، وبيتصلوا ببعض عن طريق حاجه اسمها الكول ريجون. الكول ريجون نانكراتينايزد اريا بيبدا فيها ستجنيشن الفوت، بيبدا فيها البريدونتال ديزيز لانها حته ضعيفه. يبقى الانتردنتال بابيلا هي قطعه على بعضها، قطعه على بعضها مش مفصوله، بتتكون من فش البابيلا ولينجوال او بلت البابيلا ومربوطين ببعض عن طريق حاجه اسمها الكول ريجون. طيب ايه وظيفه البابيلا دي؟ طب وربنا خلقها لنا ليه؟ وهل لو فقدت هيحصل مشاكل؟ ده اللي هنعرفه حالا دلوقتي. الانتردنتال بابيلا وظيفتها، طبعا بتوع الجراحه ما بيهمهمش حاجه اسمها انتردنتال بابيلا ولا اي حاجه، مع ان احنا الانتردنتال بابيلا دي ريكونستركشن البابيلا دي عمليات صعبه جدا عندنا، ان لو الجزء ده فقد ما بيرجعش تاني الا بعد عمليات وبعد حاجات كتيره قوي. انا بس عايز اقول لكم ان الانتردنتال بابيلا دي وظيفتها لها وظائف كتيره، بتمنع الفوت امباكشن، دي اول حاجه لو المكان ده فاضي هيحصل فيه فوت امباكشن، استجنيشن للفوت هتبقى مشكله كبيره. فوناتكس يعني بتساعدني على ان انا اتكلم وان انا اطلع الكلام بطريقه مظبوطه. الستك الحته دي لو كانت فاضيه هتبقى شكلي وحش فبتديني الستك. طيب ادي الاناتومي، يبقى احنا عرفنا ان الاناتومي هو عباره عن الجنجفا اللي هي بتمثل البينك استاتيك، وانها بتتكون من فري جنجفال مارجن، انتردنتال بابيلا واتشيت جنجفا والفولار ميكوزا. والانتردنتال بابيلا دي لها دور كبير عندي كبير جدا، اللي هو عباره عن ان هو فوناتكس واستاتيك وما بتمنع الفود امباكشن. طيب عايزين نعرف ايه كمان؟ عايزين نعرف النيتشر اوف سوفت تيشو. طيب يعني ايه نيتشر؟ طبيعه السوفت تيشو. احنا عندنا في الجنجفا بتتكون من اتاتش جنجفا او اللي هي الكيراتينايز جنجفا. الاتاتش جنجفا مش هي الكيراتينايز جنجفا على فكره، الاتاتش جنجفا مش هي الكيراتينايز جنجفا، الكيراتينايز جنجفا هي الاتاتش جنجفا زائد الفري جنجفال مارجن، لكن الاتاتش جنجفا ما فيهاش الفري جنجفال مارجن. لو جينا شفنا الكيراتينايز تيشو هنا، ايه العلاقه بينها وبين الالفلر ميكوزا مثلا؟ يعني ايه الفرق بين الكيراتينايز تيشو او الاتاتش جنجيفا والالفلر ميكوزا اللي بعدها اللي بعد الميكو جنجيفال لاين؟ هنشوف ان الكيراتينايز تيشو مور كولاجين فايبرز، مور كولاجين فايبرز واقل بلاد سبلاي، ليس بلاد سبلاي. ولو جينا شفنا في الميكوزا تيشو هنبص نلاقيها ليس كولاجين فايبر، الكولاجين فيها قليل ومور بلاد سبلاي. طيب انا عايز اسال سؤال دلوقتي، مين هيبقى يعمل انفلاميشن اكتر؟ يعني لو جت بكتيريا دلوقتي، لو هجمت بكتيريا والبكتيريا دي جت وبدات تهاجمني، لو دخلت على كيراتينايز تيشو هيبقى الريسبونس اقوى، ولا لو دخلت على ميكوزا تيشو هتبقى الريسبونس اقوى؟ ايه رايكم؟ يعني مين اللي بيعمل او مسؤول عن الانفلاميشن؟ هو البلاد سبلاي. طب البلاد سبلاي هنا اكتر من هنا، فهيبقى الانفلاميشن هنا اكتر من هنا، هيبقى الانفلاميشن هنا اكتر من هنا. ودي واحده من الاسباب اللي احنا كنا بنقول عليها ان وجود ادكويت زون اوف اتاتش جنجيفا او كيراتينايز جنجيفا بيقلل الماجنتيود اوف انفلاميشن، بيقلل انفلاميشن، لان البلاد سبلاي هنا في المكان ده بيبقى اقل، فالمسؤول عن الانفلاميشن هو البلاد سيلز، فالبلاد سيلز بتبقى قليله فبيحصلش انفلاميشن في المكان دوت. طيب احنا عرفنا الاناتومي بتاع البريدونشيوم والجنجيفا وطبيعه الجنجيفا، ممكن تبقى كيراتينايز او ممكن تبقى ميوكوزر، والكيراتينايز في موضوع الانفلاميشن اقوى، اقوى من حيث حدوث الانفلاميشن من الميوكوزال تيشو. طب عايزين نعرف كمان يعني ايه جنجيفال بايو تايب؟ يعني ايه جنجيفال بايو تايب؟ بيقول لك ان في حاجه اسمها الجنجيفال سيكنس، الجنجيفال سيكنس بيقول لك النورمال جنجيفال سيكنس از 1.5 مليمترز.
less than 1.5 millimeters تبقى اسمها thin gingiva، ومore than 1.5 millimeters تبقى اسمها thick gingiva. طب ودي مفيدة يعني الثيك والثين جينجيفا؟ دي كل القادم مبني على الجينجيفا البيوتايب، الجينجيفا السكنس. كل العلم القادم في البريو أو في أماكن تانية أو في حتة تانية مبني على الكلام ده، مبني على الكلام دوت. إزاي؟ يعني إيه الكلام ده؟ ويعني إيه؟ عايزين نعرف يعني إيه الكلام ده. أولاً الجينجيفا السكنس ده بيتقاس بكذا طريقة، بكذا طريقة. ممكن يبقى كاليبر اهو بنقيسه بيها، ممكن يبقى عارفين السبريدر بتاع الاندو بنحطه كده مع ستوبر وبنقيس السكنس بتاع الجينجيفا، او ممكن بالميتال بتاع البروب. لو دخلت الميتال بتاع البروب والبروب بان بالمنظر ده، الميتال بان يبقى دي سن جينجيفا، ولو دخلت البروب والميتال ما بانش تبقى دي سيك جينجيفا. يبقى طرق بدائيه كده كانوا بيستخدموها، كاليبر، الاستوبر بتاع الاندو، و او الميتال بتاع الايه البريدونتال بروب. طيب الدنيا اتطورت وقال لك سن وسك، طب ما يمكن مودريت، ما يمكن فيري سك. يعني انت ليه يعني خليتني في محور اتنين بس، سك او سن؟ طب ما تفتح لي الدايره شويه. قال لك حاضر. جه واحد اسمه هيو فريدي بايو تايب بروب، ده عالم طلع بروب، هو مش بروب واحد، هو ثلاثة بروبس، ثري بروبس. أول واحد لونه أبيض، وتاني واحد لونه أخضر، وتالت واحد لونه أزرق. هندخل أول واحد في السالكس اللي هو الوايت أهو، لو شفته تبقى دي سن جينجيفا، لو ما شفتوش مش هستعجل وأحكم إنها سك جينجيفا، هروح للون الأخضر. هدخل اللون الأخضر، لو شفته هيبقى، ها هيبقى ايه يا جماعه؟ في حد معانا مش كده يا دكتوره ريم؟ تمام. طيب احنا هندخل الجرين ده، لو شفته تبقى دي ميديم، لو ما شفتوش هروح احط الازرق. طيب هحط الازرق، بعد ما احط الازرق لو شفته هيبقى دي سك، طب لو ما شفتوش هتبقى فيري سك. يبقى احنا كده دلوقتي عملنا أربع كاتيجوري، واحد اسمه سن، واحد اسمه ميديم، واحد اسمه سيك، واحد اسمه فيري سيك. تمام. طيب انت بتقولي سن وسيك، هل دي تفرق معانا؟ دي تفرق كتير جدا، تفرق كتير جدا. طب تفرق في ايه؟ تفرق في الآتي. ان انا لو جالي بكتيريا دلوقتي وانا سيك جينجيفا والبكتيريا دي هاجمتني وحصل لي بيريدونتايتس، ايه اللي هيحصل لي؟ الاعراض اللي هتحصل لي بوكيت فورميشن، يبقى في حدوث الانفكشن في السيك بايوتايب جينجيفا هيحصل حاجه اسمها بوكيت فورميشن. طيب لو سن بايوتايب، مش هيحصل بوكيت فورميشن، هيحصل جينجيفا ريسيشن. والناس كلها بتتساءل ليه في البريدونتال ديزيز احيانا يحصل ريسيشن واحيانا يحصل بوكيت. ريسيشن ده نتيجه ان في وجود سن بايوتايب، والسك بايوتايب يعمل بوكيت فورميشن، يبقى الريسبونس للانفلاميشن في حدوث السن بايوتايب هيعمل ايه؟ هيعمل سوفت تيشو ريسيشن، وفي حاله السك بايوتايب هيعمل حاجه اسمها بوكيت فورميشن. الجدول ده مهم جدا 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 جدا، وبالحقيقه ان هو لفت نظري. ده بيعمل كومباريزون، دول اتنين علماء، واحد اسمه جميل ومحمود سنه 2015 اهوت، بيعملوا حاجه مقارنه بين السيك جينجيفا والسن جينجيفا، بيقول لك في حاله الانفلاميشن السيك جينجيفا هتعمل بوكيت والسن جينجيفا هتعمل جينجيفا ريسيشن. طب لو عملت فلاب هنا وفلاب هنا عشان اعمل، حصل اهو مشكله وحصل بريدونتايتس وانا عايزه اعمل بريدونتال سيرجري، وعملت رفعت فلاب هنا ورفعت فلاب هنا، في السك جينجيفا هيبقى ايزي بريدكتبل ريزلت، لا هتبقى كويسه، ريزلت كويس، جود بروجنوزس. اما في حاله السن جينجيفا لا، باد بروجنوزس وديفيكالتي بريدكت
الريزلتس بتاعت الريسبونس للبريدونتال سيرجري. تمام. طب لو انا عملت عمليه ريجنريشن بقى، حطيت بون جرافت وممبرين، هيحصل ايه؟ في حاله السيك جنجيفا هيحصل ان البلاد سبلاي هيبقى كويس وهتبقى العمليه ناجحه، هيبقى العمليه ناجحه. لكن هنا في كومبرومايز للبلاد سبلاي، فهتبقى برضك باد بروجنوزس. ده الاهم من كده بقى، ان انا لو جيت في حاله عايزه اعمل لها اكستراكشن، يعني انا عايزه اعمل اكستراكشن لحاله دلوقتي، وبعدين انا لقيت ان الجنجيفا دي سيك جنجيفا، بيقول لك في حاله السيك جنجيفا وان انت عملت اكستراكشن لمولر او اي توس من السلنه، كميه البون لوس والاطروفي بتاعت الريدج بتبقى قليله جدا. اما لو عملتها في سن جنجيفا، يعني لو حصل ان انت عملت اكستراكشن في سن جنجيفا، ده هيحصل سيفير ريزوربشن في البون وهيحصل ريدج اطروفي فورا، الجزء كله بتاع البون هيحصل له ريزوربشن. من هنا نعرف يا جماعه حاجه مهمه، ان السيك جنجيفا حمايه او بروتكت للتشو اللي تحتها، بتحمي التشو اللي تحتها، لكن السن جنجيفا ما بتحميش التشو اللي تحتها وبيحصل مشاكل. في حالات كتيره قوي في الأورسو بتيجي تقول لك، ناس شاطره في دكاتره أورسو شاطرين، يجي يقول لك ايه ده سن جنجيفا، انا مش هقدر اركب الأورسو الا لما يتحول لسك جنجيفا، لان احنا عملنا حالات قبل كده أورسو لسن جنجيفا وحصل دهيسنز وفنستريشن، حصل تاكل في البكال بون وحصل مشاكل في البكال بون وحصل ريسيشن بعد كده. وانتوا عارفين ان في حالات كتيره قوي أورسو حصل فيها ريسيشن. الريسيشن جه منين؟ ان الحاله دي كانت اصلا سن جنجيفا فما استحملتش، فحصل دهيسنس اوف نستريشنز وبكال البون لوس، وبالتالي حصل جنجيفال ريسيشن. الحقيقه ان اول ما بداوا بالترم اسمه الجنجيفال بايو تايب. الجنجيفال بايو تايب، الجنجيفال بايو تايب كانت تعني الجنجيفال سيكنس اللي احنا كلنا لسه متكلمين عليها حالا دلوقتي، اللي هو اقل من واحد ونص تبقى سن، واكتر من واحد ونص تبقى سك. بعد كده اعترضوا وقال لك لا ده في مودريت وسن وسك وفيري سك، واتغير وبقت البروبز الثري بروبز اللي احنا شايفينهم، الوايت والجرين والبلو، فالدنيا اتغيرت. المهم بعد ما الدنيا اتغيرت قال لك ده في ترم جديد اسمه فينو تايب، استخدمه احسن من البايو تايب، استخدمه احسن من البايو تايب. زي مثلا ايه؟ لما يقول لك ايه بريدونشيام وجنجيفا، لا البريدونشيام اشمل مور كومبريهنسيف عن الجنجيفا طبعا، فبيقول لك ان الفينو تايب مور كومبريهنسيف زان البايو تايب، يعني حاجه شامله او حاجه اكبر من البايو تايب. يعني ايه جنجيفال فينو تايب؟ وتفرق ايه عن الجنجيفال بايو تايب؟ الجنجيفال فينو تايب معناها الجنجيفال سيكنس وكمية الكيراتينايزد ميكوزا، كمية الكيراتينايزد ميكوزا، يبقى العملية بقت أشمل، بقت أشمل، مور كومبريهنسيف، مور كومبريهنسيف. طيب يبقى احنا عندنا أول ما استخدمنا لفظ اسمه الجنجيفال بايو تايب معناها الجنجيفال سيكنس أونلي، لكن لما الدنيا اتطورت شويه بدانا نعرف حاجه اسمها جنجيفال فينو تايب، والفينو تايب اشمل من البايو تايب، ومعناها جنجيفال سيكنس اند كراتينايزد تيشو، يعني بيحسب الاثنين، الفينو تايب بيشوف كميه الاتش جنجيفا موجوده، الكراتينايزد جنجيفا موجوده قليله ولا كتيره، السيكنس ايه 1.5 ولا اقل ولا اكتر، فكان اعمق شويه في معناه. الدنيا اتطورت بعد كده ويطلعوا حاجه اسمها بريدونتال بايو تايب، الدنيا اتطورت، قال لك ده في بريدونتال بايو تايب. طب عملوا ايه في البريدونتال بايو تايب ده؟ قال لك ان الجنجيفال مورفولوجي هاز بين كاتيجورايزد لثلاثه كاتيجوري، اللي هم ايه؟ سن سكالوبد، سيك سكالوبد، وسيك فلات. السن ما يبقاش الا سكالوبد بس، لكن الفلات يجي منه سكالوبد، السيك يجي منه سكالوبد وفلات. يبقى السن يجي منه سكالوبد بس، لكن السك ممكن يبقى سكالوبد ويمكن يبقى فلات. الدنيا اتقلبت 2018، الكلاسيفيكيشن الجديده طلعت،
قال لك لا 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 لا، سيبك بقى من الجنجيفال باو تايب والجنجيفال فينو تايب والبريدونتال باو تايب، لا ركز معايا بقى على حاجه اسمها البريدونتال فينو تايب، وده اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي. ومفيش حد بيستخدم الثلاثه الاولانيين دول، الكل بيستخدم البريدونتال فينو تايب. طب ليه؟ عشان هو مور كومبريهنسيف، خد حاجات كتيره قوي معاه. خد ايه؟ خد الجنجيفال باي تايب، يعني ايه الفينو تايب؟ يعني ايه؟ خد الجنجيفال سيكنس والكرادينايزد تيشو. طب وايه كمان؟ خد البكال بون بليت سيكنس، يعني دخل كمان البكال بون اهو، البكال بون بليت سيكنس. يعني الراجل ده ماشي على ثلاث حاجات، جينجيفال فينو تايب اللي هم جينجيفال سيكنس والكلاترينز تيشو، وكمان البكال بون بليت سيكنس. تمام، ده الجينجيفال فينو تايب اهو، اللي هو قلنا احسن من كلمه جينجيفال بايو تايب، اللي هو بيشمل الجينجيفال سيكنس والكلاترينز تيشو، بيحسب الكلاترينز تيشو وبيحسب كمان السيكنس بتاع الجينجيفا. كمان البريدونتال بايو تايب اهوت، ادي حاجه فلات، احنا قلنا ان في سيك نوعين منه، سيك فلات وسيك ايه؟ اسكالوب، لكن السن يبقى اسكالوب بس، اسكالوب بتعني ان الجنجفا واخده المنظر اللي احنا شايفينه ده، اللي احنا شايفينه اسكالوب اراوند ذا نيك بتاعت الكراون اهو، التوس اهو. تمام. لكن فلات زي دي كده، فلات فقد الاسكالوب بتاعه، فقد لوس اوف سكالوب بتاعه بتاع الجنجفا اهو، فقدت فبقت فلات، سيك فلات او ايه؟ سيك سكالوب. تمام. طبعا بداوا يربطوا البريدونتال بايو تايب بشكل السنان، وطبعا حاجات كتيره، والكونتاكت بوينت فين، بداوا يربطوها بالحاجات دي، بس الحاجات دي طبعا ادفانسد قوي، مور ادفانسد قوي، الكورليشن بتوين الشيب بتاع الكراون اند بريدونتال بايوتايب وفينوتايب، ودي موضوع كبير، ممكن في يوم نكلمكم عن الفينوتايب بشموليه اكتر من كده. اخر حاجه احنا ماشيين عليها، اللي احنا بعد ما الكلاسيفيكيشن النيو كلاسيفيكيشن جه سنه 2018، وحاجه اسمها البريدونتال فينوتايب. البريدونتال فينوتايب ده يشتمل على ثلاث حاجات، الجنجيفال سيكنس، وحاجه اسمها الاتاتش جينجيفا او الكيراتينايز جينجيفا، وحاجه اسمها البون مورفولوجي تايب اللي هو البكال بون بليت سيكنس. قسموها لحاجتين، حاجه اسمها سيك بريدونتال فينو تايب والسيم بريدونتال فينو تايب. السيك بريدونتال فينو تايب عباره عن ان السيك جينجيفال تيشو، سيك جينجيفال تيشو يعني اكتر من واحد ونص، شورت وايد كلينيكال كراون اهو، شورت قصير اهو ووايد كراون، ادكوت زون اوف اتاتش الجنجيفا. ماشي، الارفلر بون اللي تحت طبعا سيك، وده طبعا شافه في بالكون بيم اكيد طبعا، وفي ريزيستنس ادام الجنجيفال سيك يبقى هتحمي الحاجات اللي تحتها، ففي ريزيستنس ان الجنجيفا يحصل لها ريسيشن والانتردنتال بابيلا مش هيحصل لها لوس عشان السيكنس اللي موجود في التشو. اما السن بيريدونتال فينوتايب هو عكس الكلام ده، السن جينجيفا اقل من واحد ونص. شوفوا الكراون يا جماعه لونج، شوفوا لونج ازاي، ونارو عن التاني كان هنا اكبر منه وايد ازاي، هنا نارو وكونيكال كراونز اهو. مينيمال اماونت اوف اتاتش جينجيفا، لو شفنا الاتاتش جينجيفا هنا هنلاقيها قليله، والبون اللي تحتها سن بون، سن بون طبعا ممكن طبعا يحصل ريسيشن في اي وقت، ولوس الانتر دنتال بابيلا في اي وقت. طبعا الكون بيم كمبيوتر توموجرافي بيقدر يشوف السوفت تيشو كمان، بيقيسها وبيقيس البكال بون بليت سيكنس وكل حاجه، وده اللي احنا معتمدين عليه في شغلنا دلوقتي بالنسبه لقياس البكال بون. وطبعا ما فيش رساله بتعدي في البيريو الا فيها كون بيم دلوقتي، لان احنا معترفين بيه اكتر من الديجيتال راديوجراف والبري ابيكال العادي عشان هما 2 دايمنشن، لكن الكون بيم كمبيوتر توموجرافي 3 دايمنشن توموجرافي. يبقى احنا عايزين نعرف حاجات عن السوفت تيشو وعرفناها، عرفنا ان في حاجات عن السوفت تيشو وعرفناها، ايه الحاجات دي؟ الاناتومي، النيتشر، وال بايوتايب او الفينوتايب، عشان ما نقولش بقى بايوتايب نقول فينوتايب. قدام شويه في المستقبل هنسمع كلام جديد ومصطلحات جديده لم نعهدها في البريو، زي حاجه اسمها بريدونتال فينوتايب موديفيكيشن ثيرابي.
يعني الكلام ده هيبقى جديد، عمليات جديدة، هنغير الفينوتايب من سن فينوتايب لسيك فينوتايب. فالعملية دلوقتي بقت يعني مش زي زمان، العملية بقت أقوى وأحسن وأشمل، وكل ده هيبدأ يظهر في البريو، والبريو علم كبير طبعا مش شوية. يبقى احنا عرفنا دلوقتي النيتشر والاناتومي والبايو تايب بتاع السوفت تيشو، وعرفنا كمان الرياكشن للانفلاميشن، لو كان سن بايو تايب هيحصل جينجيفال ريسيشن، لو كان سيك بايو تايب هيحصل حاجه اسمها بريدونتال بوكيت. مين اكتر في الانفلاميشن؟ اللي هم الميوكوزال تيشو، لانها ايه فيها بلاد سبلاي كتير، وادام في بلاد سبلاي في بلاد سيل، والبلاد سيل هي اللي بتبدا عمليه الانفلاميشن. طيب ايه اللي ناقص اعرفه؟ عايزه اعرف البروبلمز اسوسييتد ويز سوفت تيشو، ايه المشاكل اللي ممكن اقابلها في السوفت تيشو. ثلاث مشاكل مهمين جدا جدا جدا. طب ايه هما؟ بيقول لك اول حاجه حاجه اسمها البلاك تراينجل، البلاك تراينجل لوس اوف انتر دنتال بابيلا، البلاك تراينجل لوس اوف انتر دنتال بابيلا، دي اول مشكله ممكن تقابل بتوع البريو واصعب مشكله. تمام. طب ايه المشكله الثانيه اللي ممكن تقابلنا حوالين الدنتال ريستوريشن؟ المشكله الثانيه اللي ممكن تقابلنا حوالين الدنتال ريستوريشن حاجه اسمها لو زون اوف كيراتينايزد تيشو، لو زون اوف كيراتينايزد تيشو. طب ايه المشكله الثالثه اللي ممكن تقابلني؟ حاجه اسمها سن جينجيفال بايوتايب، ان الجينجيفا تبقى السيكنس بتاعها اقل من 1 مليمتر، ودي مشكله كبيره جدا. كل الميتال اللي باين في الكراون او الريستوريشن هيبان، وده يعني حاجه من باد استاتيك، حاجه باد استاتيك. تمام. يبقى احنا عندنا ثلاث مشاكل ممكن يقابلونا، حاجه اسمها بلاك ترانجل، وحاجه اسمها لو زون اوف كيراتينايزد تيشو، وحاجه اسمها سن جينجيفال بايوتايب، سن جينجيفال بايوتايب. عاوزين نبدأ نتكلم عن واحدة واحدة وحلول واحدة واحدة منهم. أول حاجة هنتكلم عنها حاجة اسمها البلاك تراينجل. بس أنا عايز أسألكم سؤال أو آخد منكم معلومة، إمتى هصلح المشاكل دي؟ إمتى هصلحها؟ هل قبل الإكستراكشن، ولا عند الإنسيرشن بتاع الريستوريشن، ولا بعد الإنسيرشن بتاع الريستوريشن؟ بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا جاي لي واحد عايز يعمل إمبلانت، ولقيت عنده لو زون اوف اتاتش جينجيفا او لو زون اوف كيراتينايز تيشو، هصلحها قبل ما احط الريستوريشن، قبل ما احط الدنتال امبلانت، ولا بعد ما احط الدنتال امبلانت؟ تمام. واحد جه ولقيت عنده سن اتاتش جينجيفا او سن كيراتينايز تيشو، طيب هصلحها قبل ولا بعد ولا اثناء؟ ده سؤال مهم. هو الحقيقه ان كل حاله لها تريتمنت بلان، وزي ما استاذتي علمتني، كان ليا استاذه كبيره قوي علمتني، فبتقول لي التريتمنت بلان ده عامل زي ترزي بيفصل فستان على مقاس الحاله. كانت بتقول لي كده، بتفصل فستان على مقاس الحاله، فمش كل حاله لها نفس التريتمنت بلان، لا ده كل حاله لها تريتمنت بلان خاص بيها، فستان على مقاسها او بدله على مقاسها. طب نشوف الانتردنتال بابيلا، احنا اتكلمنا عنها واتكلمنا على ان هي بتملى الامبريجر ومهمه في الاستاتيك، ولو والفوت امباكشن بيحصل فيها، ولما بتفقد بيحصل حاجه اسمها البلاك تريانجل. البلاك تريانجل اهو قدامنا، اهو البلاك تريانجل، اهو اهو اسمه البلاك تريانجل، البلاك تريانجل. الحقيقه ان في العديد من الكلاسيفيكيشن بتاع البابيلا، في كذا كلاسيفيكيشن، بس الكلاسيفيكيشن ده سهل خالص وجميل، وممكن تعمل ابحاث عليه كتيره، وبيجيب يعني حلو وسهل، وسهل ان الطالب يفهمه والريسيرشر يفهمه، وسهل انك تتعامل معاه، وسهل كمان في التريتمنت بلان بعد كده. طب ايه حكايه الكلاسيفيكيشن ده؟ الكلاسيفيكيشن ده قال لك ان في 3 بوينت. اول بوينت اسمها الكونتاكت بوينت، اهي يبقى اول نقطة هيمشي عليها اسمها الكونتاكت بوينت. طب وايه كمان؟ السمنتو انامل جانكشن ليه حتة فيشل اهو، بداية فيشل، وليه حتة انتر بروكسيمال،
السيمنتو انامل جانكشن اهو، السيمنتو انامل جانكشن، فانا هاخد الانتر بروكسيمال اهو نقطه والفيشر نقطه، وهعمل كده خطوط، ثلاث خطوط موازيه لبعض. النورمال ان الانتر دنتال بابيلا تبقى ماليه المكان ده، الامبريجر ده ملياه وقافلاه تماما، بحيث ان مفيش اي فود امباكشن يبقى في المكان ده. طيب احنا عندنا ثلاث نقط، فكل النورمال ان كل النقط دي مليانه اهي، كل النقطه دي مليانه، الامبريجر كلها مليانه. طب افرض حصل لوس في الانتر دنتال بابيلا بتوين الانتر دنتال كونتاكت بوينت اند انتر بروكسيمال سمنتو انامل جانكشن، هتبقى كلاس 1 اهو في المكان ده، من اول النقطه دي للنقطه دي هيبقى كلاس 1. طيب كلاس 2، افرض حصل بتوين الانتر بروكسيمال سمنتو انامل جانكشن والفيشل سيمنتو انامل جانكشن، حصل بينهم يعني اللوس، حصل بينهم يعني الانتر دنتال بابيليا موجوده في المكان، البيز بتاعتها موجوده في المكان ده، دي هتبقى كلاس 2. طب لو ابيكال للفيشل سيمنتو انامل جانكشن تبقى كلاس 3، عدى خلاص كل ده لوس، كل اللي انت شايفه ده لوس، وهي ابيكال للنقطه بتاعه السيمنتو انامل جانكشن، فيشل سيمنتو انامل جانكشن. يبقى في كلاسيفيكيشن اوف لوس اوف دنتال بابيلا، انتر دنتال بابيلا اللي هو البلاك تراينجل. طب انت الكلاسيفيكيشن دي عاملها على اساس ايه؟ في 3 بوينت. طب ايه هما 3 بوينتس؟ اول نقطه اللي هي الكونتاكت بوينت اهي، وتاني نقطه اللي هي الانتر بروكسيمال سيمنتو انامل جانكشن، وتالت نقطه حاجه اسمها الفيشر سيمنتو انامل جانكشن. تمام، الطبيعي ان كل ده مقفول لحد الكونتاكت، الجينجيفا موجوده لحد الكونتاكت. طيب اللي ايه اللي مش مظبوط بقى؟ ان يحصل لوس بتوين الانتر دنتال كونتاكت بوينت والانتر بروكسيمال سيمنتو انامل جانكشن. اللوس حصل هنا، اللوس حصل هنا. طب لما اللوس حصل هنا يعني الانتر دنتال بابيلا بين النقطه دي والنقطه دي، يبقى ايه؟ كلاس 1. طب حصل بين النقطه بتاعه الفيشر والانتر بروكسيمال، يبقى كلاس 2. ابيكال للفيشر سيمنتو انامل جانكشن كلاس 3. طيب انت سالتي سؤال مهم، قلتي هو انت هتصلحي قبل ما تعملي الريستوريشن ولا اثناء الريستوريشن ولا بعد الريستوريشن؟ وانا قلت لك على حسب الحاله، حاله زي دي جايه لي انا عاوز احافظ على الانتر دنتال بابيلا، طب ما انا عندي تكنيك يحافظ على الانتر دنتال بابيلا قبل ما وانا بشتغل، يعني انا مش عايزه اخرب الدنيا وعندي تكنيك يحافظ على الانتر دنتال بابيلا، طب ما استخدمه، ما استخدمه، ايه المشكله واحافظ على الانتر دنتال بابيلا؟ يبقى اخدتها من البدايه كده، والوقايه خير من العلاج. تمام، احنا لما بنيجي نعمل فلاب عشان نعمل دنتال امبلانت بندخل سيركولر وبنعمل كريستال انسيجن وبندخل سيركولر تاني، لا ما تعملش كده اهو، سيب الجزء بتاع الانتر دنتال بابيلا ده، سيب الجزء ده وسيب الجزء ده، واعمل الانسيجن هنا وانسيجن هنا، وارفع الفلاب بتاعتك بحيث ان الجزء ده والجزء ده يبقى متحافظ عليه، ده اسمه بابيلا بريزرفيشن فلاب، بابيلا بريزرفيشن فلاب. طيب كويس جدا، يبقى انا مش هاجي ناحيه الحته دي خالص، سالكولر هنا خالص، مش هدخل هنا ولا هدخل سالكولر هنا، لا ده انا هدخل بعيد عن الانتر دنتال بابيلا 1 ملم او 2 ملم اهو، وهنا 1 ملم برضك، واقوم عامله انسجن هنا وانسجن هنا ورفع الفلاب، وحط الدنتال امبلانت بتاعي. طبعا هنا كان في ديفكت كبير في البون اهو، وده كان واضح على فكره، حط بون جرافت وحط ممبرين وبدا قفل، والحتتين دول سلام، شفتوا بعد ما ركب الدنتال امبلانت الجزء ده بقى سليم، والانتر دنتال بابيلا معموله ازاي؟ يبقى انا وانا اثناء شغلي حافظت على الانتر دنتال بابيلا، عملت ايه؟ عملت دبل بابيلا بريزرفيشن فلاب، بابيلا سبيرنج انسيجنز، شفتوا؟ ادي اول حاجه، يبقى كل حاله على حسب الحاله بتاعتها، انا في ايدي ان انا احافظ على حاجه احافظ عليها. ممتاز، ادي شوفوا لما بتعملوا هنا الانسجن الطبيعي اللي انتوا بتعملوه في العيادات بتاعتكم عشان تعملوا دنتال امبلانت، كريستال انسجن وانترا سيركولر وانترا سيركولر، وبترفعوا، شفتوا الانتر دنتال بابيلا فقدت، ادام رفعت هيحصل بون لوس، طب ليه؟ ما هو هيحصل هايبوكسيا في البون،
طب ما حصل هايبوكسيا في البون هيحصل بون ريزوربشن، والكريستال بون دي ممكن تضيع منك. ده دي كمان حاجه ميزه كويسه انك تحافظ على الكريستال بون عن طريق ان انت سايب السوفت تيشو عليها بعمليه الايه بابيلا دبل بابيلا بريزرفيشن فلاب. شفتوا هنا بعد بعد ما حصل هيلينج والاباتمنت اتركب، وشفتوا المنظر، شفتوا البابيلا فقدت بالمنظر ازاي، شوفوا المنظر باظت خالص، الانترنت بابيلا باظت خالص. لكن لما بعمل الدبل بابيلا بريزرفيشن فلاب، شوفوا البابيلا متحافظ عليها ازاي، شفتوا المنظر بعد التركيب الكراون، شفتوا عامله ازاي، الانترنت بابيلا موجوده وحافظت عليها. يبقى اول حاجه ممكن احافظ عليها وانا بحط الريستوريشن، وانا بعمل الريستوريشن بعمل حاجه اسمها الدبل بابيلا بريزرفيشن فلاب اثناء السيرجري اثناء الشغل بتاعي. طب انا جات لي بقى حاله اهو يا جماعه، الحاله جات لي اهي بلاك ترينجل، خلاص هي جات لي كده، هعمل ايه؟ مركبه كراون وجات لي بالمنظر ده، مركبه اي ريستوريشن اي ريستوريشن وجات لي بالمنظر ده. اولا لازم نعرف ان في اسباب للوس اوف انتردنتال بابيلا. طب ايه هي الاسباب اللي ممكن يحصل بيها الكوز اوف لوس اوف انتردنتال بابيلا؟ ممكن يبقى تروما من الاورال هيجين، يعني واحد ماسك الدنتال فلوس ورازعه عمال يعمل تروما للجنجفا. لا هو مش كده خالص، هو بتلفه بتلفه، هي طبعا في هنا احسن من كده، حرف سي وبتبدا تدخل بالراحه وبتنزل في الانتر بروكسيمال بلاك، البلاك بتاعك اللي هو انتر بروكسيمال بتبدا تشيله. ممكن انت عملت ريستوريشن ادى للوس اوف انتر دنتال بابيلا، عملت اورسو، عملت اورسو والدنيا باظت منك، ممكن كل دي حاجات اسباب ممكن سببها. طيب احنا الاول حاجه لازم نصلح السبب اللي حصل ده. زي ايه؟ زي التروما مثلا من الاورال هيجين، هنعلم البيشنت ايديوكيشنز ان هو ايه؟ يعمل نون تروماتايزد اورال هيجين انستراكشنز، مش كده؟ تمام. طب وايه كمان؟ حاله زي اللي انتم شايفينها دي وفيها بالمنظر ده بلاك ترينجل، وانا مش هقدر اعمل عمليات هشغلها نون سيرجيكال تكنيك، هقوم مركب كراون عريض شويه، البادي بتاعه عريض شويه، ويقفل اللي هي البلاك ترينجل بتاعتي. تمام، عندي بلاك ترينجل وحاجه مشهوره قوي ممكن تتقفل بالقرص، دي مشهوره جدا ان احيانا في البلاك ترينجل لما بتبقى فلات كده الجنج الانتردنتال بابيلا اتحولت لفلات كده، ممكن بشد قرصه ممكن بتبدا تكون الانتردنتال بابيلا، او اعمل عمليات. يبقى ريكونستراكشن من البابيلا ممكن تبقى نون سيرجيكال تكنيك وسيرجيكال تكنيك. النون سيرجيكال تكنيك الكوركشن اوف تروماتيك اورال هيجين بروسيجر، او اعمل بروستريتيف او بروزوت يعني حاجه ريستوريشن يصلح البلاك ترينجل، او ممكن اعمل حاجه اسمها اورستونتيك ابروش. طيب في سيرجيكال تكنيك، في سيرجيكال تكنيك، في ثلاثه سيرجيكال تكنيك معروفين جدا، بيجل 1992، وهان تاكي ده برضك مشهور جدا، وازي ايتال 1999، كل دول مشهورين ومعروفين والتكنيك بتاعهم معروف. نتكلم عن بيجل، بيجل 1992 البيديكال جرافت. تخيلوا معايا الرسمه دي كده، ادي رسمه، ادي الانتر دنتال بابيلا البكل، وادي الانتر دنتال بابيلا اللينجوال. هعمل انسيجن من عند اللينجوال اهو، من عند اللينجوال اهو، انسجن من عند اللينجوال، وهسلك دي بارشال سيكنس فلاب، بارشال سيكنس فلاب مش فول سيكنس فلاب، وهجيب دي واخيطها على دي واعمل انتر دنتال بابيلا. نشوف الفيديوز مع بعض اهو اهو. شفتوا عارفين البابيلا بريزرفيشن فلاب حاجه شبيهه بالبابيلا بريزرفيشن فلاب كده، جابها من البلاتل، من البلاتل لجوه وخيطها، خيطها عارفين شالها كده وراح خيطها، خيط السوفت تيشو مع السوفت تيشو، طبعا عمل بارشل سيكنس فلاب وراح مخيطها دخل بيها كده اهو يا جماعه. بصوا ادي ادي اهو، اعتبروا ان ده اهو، اعتبروا ان دي التيشو، ادي البلاتل وادي الايه البكر اهو، ها
هقوم انا عامله سبليت سيكنس فلاب، قطع الحته دي اهو، يفرض ان ده الفلاب اهي، فانا هفتح فلاب كده وهقوم مخيطاها عامله كده، عامله بابيلا، عامله بابيلا. نشوفها تاني في الرسمه. عملت انسجن اهو بلتل، عملت انسجن بلتل اهو، وعملت بارشال سيكنس فلاب، يعني سبت بريوستيوم وجزء من الكونكتيف تيشو على البون اللي هو باين ده، على فكره اللي هو باين ده متسابع البون، وخدت الطرف ده خيطته هنا، خدت الطرف ده خيطته هنا، فاتعملت بابل، اترسمت بابل. خدت الطرف ده رحت عاملاه كده، جايباه تانيه كده وخيطته هنا اهو، وعملت الانسجن بتاعي اهو، الانسجن اهو، والسيوتشر بتاعتي اهي. نشوف الفيديوز تاني اهو اهو، ده تكنيك سهل جدا اهو، شوفوا سلك بارشل سيكنس فلاب بالمشرط اهو، شوفوا اهي اكنها بابيلا بريزرفيشن فلاب اهو اهو، شايفه شايفين، وتناها تناها تناها وخيطها، تناها وخيطها، جميله خالص اهي، تناها وخيطها اهو، عمل بابيلا، عمل بابيلا، شفتوا جميله ازاي؟ عمل بابيلا، ده بيجل 1992. خلاص ثبتها، شوفوا جميله، شكلها جميل. والبارشر سيكنس فلاب اللي هو سابها، اللي هي البريوستيوم والكونكتيف تيشو اللي سابهم على بقى في البلد، هيحصل لهم ايبسلايزيشن ويبقوا هيلينج كويس جدا. شفتم؟ جميله 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 جميله. جه واحد اسمه هان انتاكي 1996، قال لك ان احنا عندنا ممكن نعملها بطريقه تانية، حاجه اسمها سيميليونال كوروني ريبوزيشننج فلاب. طب يعني ايه؟ عمل ايه؟ هو عمل زي التاني بالظبط، عمل زي التاني بالظبط، عمل انسجن برضك، عمل انسجن، وبعد ما عمل انسجن ما لمهاش دي مع دي بقى، لا هو حط هنا كونكتيف تيشو جرافت. عارفين لما بتبقى شنطه فاضيه ويحطوا فيها الورق الكتير ده فبينفخها، ده اللي حصل هنا، حط كونكتيف تيشو جرافت في المكان الفاضي ده فنفخ البابيلا. يعني ايه؟ ادي يا جماعه السيميليونر انسيجن اهو، السيميليونر انسيجن نص دايره كده اهو، تمام، وبعدين سلك بارشل سيكنس اهو، سلك بارشل سيكنس، وراح حاطط الكونكتيف تيشو. في ناس بتحط كونكتيف تيشو، في ناس بتحط ميكو جرافت، في ناس بتحط بي ار بي، في ناس بتحط اللي هم عايز بي ار اف، اللي انت عاوز تحطه حطه. وبعدين يقوم شادد الحته دي مشدوده لتحت كده وعامله بابيلا. ادي السيميليونر فلاب اهي، بارشل سيكنس فلاب نص دايره، وبعدين راح مدخل هنا الحته بتاعت الكونكتيف تيشو، خد كونكتيف تيشو ودخلها وزق دي لبره كده، لجوه كده، يعني بره عشان ايه؟ شدها عشان تعمل بابيلا، شد دي عشان تعمل بابيلا، شد دي عشان تعمل بابيلا، تمام. يبقى عامل ايه يا جماعه؟ سيميليونر فلاب اهي، سيميليونر فلاب اهي، تمام خلاص. وبعدين حط الكونكتيف تيشو، بعد ما حط الكونكتيف تيشو اهوت، راح شددها لقدام عشان تعمل بابيلا، تمام كده يا جماعه، تمام. طبعا ده نفس التكنيك تقريبا، نفس التكنيك، مش بعيد عنه قوي، بس هو هنا لو تاخدوا بالكم ان هو قفل عليها، قفل على الجرافت، لكن في الثالثه دي هو حط الجرافت، الجرافت بقت جزء منها مع الحته الانسيجن اللي بره، يعني لو تاخدوا بالكم ان جزء الكونكتيف تيشو بقى جزء من الانسيجن اللي بره. نشوف العمليه دي اهوت، عمل عنده عايز هنا يعمل انتر دنتال بابيلا في المكان ده، لان فيه دي كلاس 2 على فكره، دي كلاس 2 ماشي اهوت. وبعدين هنا اهوت جه حط الكونكتيف تيشو اهو، جه حط الكونكتيف تيشو ماشي، وبدا يخيط، بس الكونكتيف تيشو جزء منها كان باين، جزء منها كان باين، وبدات تكون بابيلا لحد الاخر اهو، بقت نورمال بابيلا، بقت شبه نورمال بابيلا. ده كلاس 1 تقريبا على فكره، كلاس 1. الناس كلها متجهه في البريو،
لحاجه اسمها المينيمال انفيزيف سيرجيكال تكنيك ميست. الناس كلها متجهه في البريو لحاجه اسمها المينيمال انفيزيف سيرجيكال تكنيك اللي هو ميست. تمام. طب في بحث لسه طالع 22 السنه دي تقريبا، قال لك ان انت ممكن تحقن انجكتابل بليتلس ريتش فايبرين، انجكتابل بليتلس ريتش فايبرين. طيب تحقنه ازاي؟ بتاخد يعني الدم من المريض 10 مللي دم بلاد مثلا، تعملهم سنترفيوجن، بيعمل حاجه اسمها بليتلس ريتش فايبرين، ده مليان جروس فاكتور، وبتجيب سيرنج انسولين كده وبتبدا تحقن في المكان ده، تبدا تحقن في المكان ده. طب بتحقن كل قد ايه؟ بتحقن مره وبعد اسبوعين مره وبعد اسبوعين كمان مره وبعد اسبوعين كمان مره. يعني لو قلنا زيرو 2 اسبوع 4 اسبوع 6 اسبوع. دي حاله نورمال فعلا اتعملت فعلا من بحث بتاع واحد زميلنا اهو. دي بقى كلاس 1 على فكره، ممكن التانيه تكون كلاس 2 لكن دي كلاس 1. ادي كلاس 1 اهو، وبعدين عمل استنت وقاسها، هما بيقيسوها على فكره، بيقيسوا الانتردنتال بابيلا عشان يشوفوا البروجريس بتاعها حصل ايه بعد العلاج، وبعد الحقن ب6 اسابيع بقت بالمنظر ده فيلد الامبريشن، بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت. يبقى واحده من المشكلات اللي ممكن تقابلني في السوفت تيشو اللي هي البلاك تراينجل، اللي هو ان في الامبريجر مش مليانه بالانتردنتال بابيلا، فبيحصل فود استجنيشن، استاتيك بروبلم، وحاجه اسمها فوناتكس، مشكله في الفوناتكس. ودي اول مشكله، والمشكله دي علاجها لا اما سيرجيكال لا اما نون سيرجيكال. النون سيرجيكال ان انا اخلي البيشنت يحافظ على الاورال هيجين اتروماتيك از بوسبل، وان انا ممكن اعمل كراون او ريستوريشن، وان انا ممكن اعمل اورسو. طيب والسيرجيكال تريتمنت؟ السيرجيكال تريتمنت كلها بتعتمد على ان انا بحط جرافت او بحط بي ار بي، وان انا بعمل سيميليونر انسيجن، كلها عباره عن تكنيكس معينه لعلماء معينين وهي معروفه والناس كلها بتعملها. او اتجه لحاجه اسمها المست، المينيمال انفيزيف سيرجيكال تكنيك، وده عباره عن ان انا بحقن جروس فاكتور زي انجكتابل بليتلس ريتش فايبرين، وان انا بحقنها بيز لاين وبعد اسبوعين وبعد 4 اسابيع وبعد 6 اسابيع، وممكن دي بيقولوا انها بتحقق نتائج كويسه قوي في كلاس 1 و2. طيب ايه المشكله الثانيه اللي ممكن تقابلني في السوفت تيشو؟ المشكله الثانيه اللي ممكن تقابلني في السوفت تيشو ان مفيش كيراتينايزد تيشو، او السكنس بتاع الجينجيفا سن بايوتايب. قاعده اولى في البريو، قاعدة أولى في البريو. القاعدة بتقول الآتي: عشان أغير النيتشر بتاع السوفت تيشو أعمل فري جينجيفال جرافت، دي قواعد معروفة. وعشان أغير الجينجيفال بايوتايب أعمل كونكتيف تيشو جرافت. يبقى عشان أغير النيتشر أعمل فري جينجيفال جرافت، يعني عشان أحولها من ميوكوزا لكراتينايز أعمل فري جينجيفال جرافت. طب وعشان احولها من سن جنجيفا لسك جنجيفا اعمل حاجه اسمها كونكتيف تيشو جرافت. يبقى دي قاعده في البيريو، قاعده معروفه، عشان اغير النيتشر بتاع السوفت تيشو اعمل فري جنجيفا جرافت، عشان اغير الثيك البايو تايب بتاع الجنجيفا اللي هو احولها من سن لثيك اعمل كونكتيف تيشو جرافت. نشوف الفري جنجيفا الاوتوجرافت، بسيطه خالص، بسيب من المارجنز بتاع الاتاتش جينجيفا 2 مليمتر من 2 ل 3، وبعدين باخدها من عند الكارناين ريجون عشان اتجنب الروجي اريا، وعند السكس نهايتنا عند السكس عشان خاطر الجليتر براتاين نيرف وفيزلز في بره في المكان ده، بعمل بارشوال سيكنس فلاب، وباخد الحته الابيثيليوم اللي بره ومعاها جزء من الكونكتيف تيشو اللي جوه اهوت، وباخد حته شبه المستطيل كده ريكتانجلر اهو اهو، وباخدها وبحطها في المكان اللي انا عاوزاه، بحطها في المكان اللي انا عاوزاه اهي،
دي فري جينجيفال اوتوجراف. طبعا هو هنا حاطط بي ار اف اهو، عشان طبعا بيبقى فيه سيفير بين. احنا بقى بنعمل ايه؟ بنعمل ستنت، بناخد مقاس الاول للعيان وبعد كده بنعمل له ستنت وبنحط الباك وبنرفع الستنت بعد ما بنخلص في جينجيفال جرافت فورا فورا، لان طبعا هي بتهيل باي سكندري انتنشن ابسرايزيشن، ما بيبقاش فيها خياطه. هنا طبعا خيط عشان حط البي ار اف عشان يحافظ عليها. نشوف الكيس دي مع بعض كده. الكيس دي جات لنا العياده اهو وما لقيناش فيها خالص التاتشد ولا كيراتينايز تيشو نهائي، ما عندهاش كيراتينايز تيشو. هو شادد الميكوزا اهو عشان يقول لك ان في لو زون اوف كيراتينايز تيشو، لان لما بيشدها كده الميكوجنجيفال لاين اهو اهو اتحرك، فكل ده بيعتبر فري جنجيفال مارجن، فما يعتبرش في اتاتشد جنجيفال في الحاله ديت. طيب الراجل فكر هيعمل امبلانت الاول ولا يزود الاتاتش جنجيفال الاول؟ قال لك لا، الراجل ده ناصح، قال لك ازود الاتاتش جنجيفال الاول. ناصح ولا خلع ولا عمل حاجه خالص، راح عمل اتاتش جنجيفال وزود الاتاتش جنجيفال وخلص الشغل خالص. شوفوا الاتاتش جنجيفال اهي البيضه دي، وخلص الشغل بتاعه خالص وبدا يحط الايه الدنتال امبلانت بتاعه. خلع وحط الدنتال امبلانت في نفس الجلسه، امديت امبلانت، وده احسن نوع من الامبلانت، ان اقل كميه بون ريزوربشن في الريدج بيحصل في الامديت امبلانت. تمام، حط الامبلانت بتاعه، وبعد ما حصل هيلينج الامبلانت وهيركب بقى ريستوريشن عليه، بدا يشوف ايه؟ يشوف كيراتينايز تيشو محترمه. يبقى الراجل ده اشتغل قبل يا جماعه الايه؟ قبل الريستوريشن، مش بعده ولا اثناءه، قبل الريستوريشن. عشان كده بقول كل حاله بتيجي معروفة التريتمنت بلان بتاعها في دماغك وبتنفذه على ان انت اللي عامله. حالة تانية اهي برضك ملقاش فيه ريج اهو، وملقاش فيه كيراتينايز تيشو خالص، خد جنجيفال جرافت زي الصورة اللي احنا خدناها وبدأ يحطها اهو بالمنظر ده اهو، وبدأ بعد كده يحط الامبلانت بتاعه. او عايزة اغير السكنس بتاع التيشو، عايزة اغير السكنس بتاع التيشو. احنا قلنا عشان نغير السيكنس بتاع التيشو لازم اعمل حاجه اسمها كونكتيف تيشو جرافت. كونكتيف تيشو جرافت، المره اللي فاتت اخدنا الجزء ده، المره اللي فاتت اخدنا الجزء ده. البون يا جماعه عليه طبقه بريوستيوم وكونكتيف تيشو وابيسيليوم. المره اللي فاتت احنا خدنا الابيسيليوم وجزء من كونكتيف تيشو وسيبنا كونكتيف تيشو وبريوستيوم. لا، المره دي بقى، المره دي انا هاخد الجزء ده، الجزء ده اللي احنا سبناه، الجزء اللي احنا سبناه. الراجل ده المره دي احنا قلنا تصليح السوفت تيشو قبل ولا اثناء ولا بعد؟ قلنا ده تريتمنت بلان انت حطه، فلازم حضرتك اللي تقول هو ايه، مش كده؟ تمام، المره دي هو هيصلح السوفت تيشو سيكنس during restoration، during restoration اثناء restoration. يعني هو بيحط الدنتال امبلانت بتاعه، وهو بيحط الدنتال امبلانت بتاعه ادي رفع فول سيكنس فلاب. لازم ارفع فول سيكنس فلاب طبعا اهو عشان لازم اوصل للبون. تمام، رفع الفلاب بتاعته بالراحه خالص اهو، رفع الفلاب. طبعا شغل البريو دقيق جدا وبيبقى عايز يعني ايه، يعني واحد هادي وبيشتغل بهدوء. تمام، ممتاز، رفع لحد ما وصل للبونه اهو. اي جرانيشن تيشو اي حته هتؤدي الى انها تعوق الهيلينج بشيلها، اي جرانيشن تيشو بشيلها، بنضف الفلاب، ببدأ أعمل الدريلينج بتاعي. ممتاز، خلاص سكشن كويس جدا للمكان، البوم بدأ يظهر، بينظف المكان كويس جدا من أي جرانيشن تيشو هتعوق الهيلينج بعد كده. بينزل بالدريل بتاعه، بينزل بالدريل بتاعه
اهو خطوات الدريلينج بتاعت الاندو الامبلانت. خلص التريننج بتاعه اهوت، خلاص دخل الامبلانت بتاعه اهوت. هيروح بقى ياخد الكونكتيف تيشو جرافت عشان يصلحها في نفس الفيزيت اللي حط فيها الدنتال امبلانت. اهو بيعمل انسيجن اهو من اول السكس لحد القناين، بيتجنب منطقة الروجي اريا وبيتجنب منطقة بتاعة الجريتر بلاتاين نيرف فيزلز اهو. ماشي تمام. ده بارشل سيكنس فلاب الأول أهو، بيعمل بارشل سيكنس فلاب عشان يشيل الجزء اللي فوق اللي هو الإبيثيليوم مع جزء من الكونكتيف تيشو أهوت. بيبدأ ياخد الجزء اللي تحت بقى اللي احنا سبناه المرة اللي فاتت اللي هو فيه البريوستيوم وجزء من الكونكتيف تيشو اهو، بدأ يطلعه وبدأ يحطه بقى مع الامبلانت في نفس الفيزيت بتاعه. شوفوا الكونكتيف تيشو هو بياخدها اهو، ممتاز ممتاز ممتاز. ادي الكونكتيف تيشو، ادي الكونكتيف تيشو، يبدأ يخيط بقى المكان ده لأنه بيهيل باي فيرست انتنشن، بيعمل حاجة اسمها كريس كروست سيوتشر طبعا، وبيحطه مع الدنتال امبلانت. شفتوا ده كمية الديفكت اللي موجودة هنا في الريدج هنا؟ شفتوا كمية الديفكت دي؟ شفتوا لما بيحط الكونكتيف تيشو جرافت معاها؟ شوفوا المنظر بيختلف تماما بعد العملية ازاي؟ شفتوا المنظر بيختلف تماما بعد العملية ازاي بالمنظر ده؟ شفتوا أول ما كان فيه الديفكت ده كله وحط كونكتيف تيشو؟ كونكتيف تيشو والسوفت تيشو حماية للتيشو اللي تحتها، فعلا دي حماية للتيشو اللي هي البون، حماية ليه فعلا من إنه يحصل أي حاجة. كمان بيقال النهاردة إن الإميديت إمبلانت مع الكونكتيف تيشو دي فيري فيري سكسس ريزلت، فيري فيري سكسس ريزلت. دي حاجة جميلة جدا بتحافظ على الدنتال امبلانت مدة طويلة من السنين. الحالة دي برضك اهي حالة كويسة جدا اهو، دي حالة بقى الناس اللي بتقول هنعمله امتى؟ هنعالج السوفت تيشو قبل ولا اثناء ولا بعد؟ ده بعد، ده متى الباين اهو، مفيش تيشو خالص، مفيش تيشو خالص.
الراجل بدأ يسلك اهو، يعمل فيرتيكال ريزنج انسيجن اهو، هوريزونتال ريزنج انسيجن، وممكن يحصل فيرتيكال على فكره كمان في ممكن، بس هو هنا مش عايز فيرتيكال، هو هنا مش عايز فيرتيكال، هو عامل هوريزونتال اهو انسيجن ريليزنج انسيجن اهو. كل دي على فكره نون كريتينايز ميكوزا، يعني دي كلها الفلر ميكوزا، خلي بالكم. فهو عايز حته كيراتينايز، مش عايز الفلر ميكوزا خالص. دايما بيعمل على فكره الحاجات دي بارشل سيكنس، على فكره بارشل سيكنس، عشان لما يحط الجراف تاخد البلاد سبلاي من تحت، تاخد البلاد سبلاي من تحت اللي هو البريوستيم اللي سبناه على البون اهو، وبدأ يفضي مكان السيبيان سايد اهو، هيروح للدونر سايد وياخد منه الجرافت ويجي يحطها. خلاص خلص اهو، هيروح بياخد الجرافت بتاعته جينجيفال جرافت، لان هو عايز يعمل يغير النيتشر مش يغير السكنس، فبالتالي هياخد جينجيفال جرافت. جينجيفال جرافت ساب 2 مللي اهو اهو، نزل اهو، جميله جدا الصوره دي، واضحه جدا جدا. وخد الابيثيليوم اللي بره مع جزء من الكونكتيف تيشو اهو، وبدا يطلع بارشل سيكنس فلاب، جميل جدا وسهله جدا اهي اهو، سلك وخدها ومشي. السيكنس بتاعت الفلاب ما تزيدش عن، ما تبقاش سك وما تبقاش سن، لو السن هتحصل لها تير وهتتمزق وهتبوظ، ولو سك البلاد سبلاي مش هيوصل لها وهتموت. يعمل لها تريمنج، يبدأ يعمل لها تريمنج، يبدأ يعمل لها تريمنج، يشيل كل الحاجات الزايدة فيها، يشيل الحتة السك اللي فيها، ويبدأ يحطها. شوفوا شكلها جميل، عمل كيلاتينايز تيشو جميلة، عمل كيلاتينايز تيشو، وبدأ يخيطها جميلة، بدأ يخيطها ويثبتها. على فكرة الثبات بتاع الجرافت أهم حاجة، أهم حاجة إنها تبقى ثابتة، إن الجرافت تبقى ثابتة، ما تبقاش موبايل، ما تبقاش مهزوزة. أهم حاجة الفيكسيشن بتاع الجرافت، أهم حاجة إنها تبقى فيكسد. جميلة جميلة. في عملية برضك بنزود بيها الاتش الجنجيفا، عملية اسمها الابيكال ريبوزيشننج فلاب. العملية دي معروفة جدا ومشهورة وناس كتير بيعملوها برضك، ان انا بعمل بارشل سيكنس فلاب وارحل التشو اللي تحت ابيكال، يعني شوف مثلا حالة زي دي اوستيو انتجريشن رائع، امبلانت محطوط صح بمقاساته الصح وسايب السبيس بتاعه الصح، بس شوفوا بقى ما عندوش اتش جينجيف خالص، شايفين الريدج اهو، وكلها الفلر ميكوزا، كلها الفلر ميكوزا، يعني كل اللي احنا شايفينه ده الفلر ميكوزا، شايفينه شايفينه. طب انا عايزه اعمل عمليه اسمها ابيكال ريبوزيشننج فلاب، طب هجيب الاتاتش جينجيفا منين لو عملت الانسيجن من هنا؟ لا ده انا مش هعمل الانسيجن من هنا، ده انا هعمله من هنا، هاخد حته الاتاتش جينجيفا دي وانزلها هنا اهو، باخد حته الاتاتش جينجيفا اهو، كريستال انسيجن اهو، بارشل سيكنس فلاب، وطبعا فيرتيكال ريليزنج. شوفوا هنا عمل فيرتيكال ريليزنج انسيجن، انا قلت لكم ان احيانا عايز اعمل فيرتيكال ريليزنج انسيجن، الحاله دي هعمل فيرتيكال ريزنج انسيجن. اي حاجه هحرك فلاب لاترال ابيكال كورونال يفضل انك تعمل فيرتيكال ريزنج انسيجن اهو، فيرتيكال ريليزنج انسيجن، فيرتيكال ريزنج انسيجن، بارشل سيكنس فلاب، بارشل سيكنس فلاب، بارشل سيكنس فلاب، عشان دايما اسيب البون اللي انا سايباه، اللي انا هسيبه عريان هسيبه covered by periosteum، covered by periosteum and connective tissue. هبدأ أسلك partial sickness flap، هسلك partial sickness flap،
partial sickness في lab اهو. وهرحل الجزء اللي انا شلته من الكريتينايز اللي هو اللي انا خدته من جوه ده، هرحله تحت، هرحله تحت. يبقى ده الكريتينايز التيشو بتاعي اللي هما الاتنين ملي او تلاتة ملي اللي انا خدتهم، ودي عملية سهلة جدا ما باخدش منها ولا حاجة ولا اي محتاجة، ما باخدش جرافت من حتة تانية تو سيرجيكال سايد، ما بتعبش نفسي. بعمل بارشل سيكنس فلاب وببدا احرك الفلاب ابيكال، الجزء الكيراتينايز اللي انا خدته من جوه ده هيتروح هنا فيرتيكال ريليزنج انسيجن، باكد عليه اهو فيرتيكال ريليزنج انسيجن اهو اهو. ماشي، تمام. وببدأ أرحله ورا، أرحله ورا. بسلك بالراحة خالص لأن دي تشو 2 ملي، يعني حاجة بسيطة خالص. تمام. هبدا بقى احطها في وضعها الجديد. بشر سكس اهو، البوم متغطي وكل حاجه، الامبلنت بدا يظهر اهو اهو. هبدا بقى ارجعها ورا ابيكال ريبوزيشننج فلاب. اهو شفتوا بقى، شفتوا التشو الباند بتاع التشو اللي انا خدته من جوه اللي هو الاتاتش الجينجيفا، رحلته هناك اهو. ممتاز خالص اهو، بدات الامبلانت بتاعي يبان، وطبعا هرحله. اهو الامبلانت بدا يبان، وهبدا طبعا ايه، هبدا طبعا هيخلص كل شغله بتاع الامبلانت ويخلص كل الشغل. شفتوا حته التيشو دي البيضه دي، هي دي اللي انا خدتها من جوه وحطيتها بره في البكر، هي دي الجزء اللي انا خدته من بره من جوه ورحلته بره. شايفين الحته البيضه دي، الحته البيضه دي شفتوا وضعها الجديد، حطها بكر، حطها شالها وحطها بكر. شفتوا كل ده بيريوسيوم وكونكتيف تيشو، مش بتزداش عريانه، لا ده متغطيه ببيريوسيوم وكونكتيف تيشو. شفتوا الحته الباند من البيضه دي، انا رحلتها بكر، رحلتها بكر والامبلنت بتاعي بان. ادي حاله بعد ما عملت الدنتال امبلنت، بعد ما عملت الدنتال امبلنت اهو بدا يخيطها في وضعها الجديد. استفدت ال 2 مللي، حافظت على ما عملتش عمليتين، عمليه واحده بس، عملية ناجحة جدا الابيكال ريبوزيشننج فليب. بدأوا بقى يقولوا طب يا جماعة ده احنا بنعمل عمليتين وبناخد جرافت من البلد والمكان ده بيبقى صعب على العيان، وفيرست انتنشن وسكندري انتنشن، والدنيا هايصة والعيان بيشتكي انه تعبان وقرفان، طب ما تيجي نعمل جرافت، ما تيجي نعمل جرافت. فعملوا حاجة اسمها الالوديرم. الالوديرم دي عبارة عن ناس متطوعين بيتبرعوا بالسكين بتاعهم، فبيشيلوا منه السيل وبيخلوا الكولاجين. وطبعا الالوديرم على فكره عليه ابحاث كثيره جدا وابحاث ناجحه كتير. بعد كده عملوا حاجه اسمها ميوكو ماتريكس اكس، وحاجه اسمها ميوكو جرافت كولاجين ماتريكس، وعملوا جرافت كتيره، واخيرا ختموها بحاجه اسمها بليت ستريتش فايبرين، والناس كلها بتستخدمها طبعا. زي ما انتم عارفين بيسحبوا عين الدم وبيعملوا حاجه اسمها بليت ستريتش فايبرين اهيت، وبيحطوها كبديل. بس طبعا البليت ستريتش فايبرين لم تثبت ان هي، مفيش ايفيدنس بيز ان هي ممكن تحل محل الكونكتيف تيشو جرافت ابدا
ابدا، هي بس ممكن تساعد في بناء التشو لانها عباره عن جروس فاكتور. ده حاله الالوديرم اهو، دي الوديرم عملها اهو، حطها زي الجينجيفال جرافت اهو، وبعد طبعا فتره حصل ري فاسكولاريزيشن بعد 8 اسابيع تقريبا، وان هنا ما كانش فيه اتش جينجيف خالص خالص نهائي. شفت المنظر؟ بس هو بعد ما حطها بقى فيه اتش جينجيفا، ولا ابر ولا لور، ولا كان فيه ابر ولا كان فيه لور. تمام، فحط هنا اهوت الوديرم، وهنا ممكن يكون بيقارن بين الالوديرم والكونكتيف تيشو هنا في الحالات دي على فكره، ويعني الحالتين نجحوا، بس بيقول لك ان الكونكتيف تيشو بيحصل لها ريفاسكولاريزيشن في 5 اسابيع، لكن الثانيه اللي هي الالوديرم بيحصل لها في 8 اسابيع، يعني بيحصل ريفاسكولاريزيشن متاخر شويه عن الالو اللي على الكونكتيف تيشو جرافت. الجول بتاع بوث اوف كلينيشن اند بيشنت ان انا اوصل لسكسس ريستوريشن. السكسس ريستوريشن ده لازم يبقى الريستوريشن ده ستيبل، يقوم بوظيفته، الليفل بتاع البوم بتاعه كويس جدا، والاستاتيك بتاعه يبقى ناجح. ناجح ازاي؟ يبقى فيه البينك استاتيك اللي هو اتاتش جينجيفا وانتر دنتال بابيلا. نصيحه، لو هتعمل اكستراكشن لحاله عشان بيحصل طبعا بون ريزوربشن بعديها على طول، بيقول لك في 6 شهور بعد الاكستراكشن هو الاكثر يعني بون ريزوربشن بيحصل في الريدج، فبيحصل قطر في الريدج زي ما احنا شايفين بالمنظر الفظيع ده. نصيحه، اعمل لما تيجي تخلع السنه اعمل اتروماتيك توث اكستراكشن، اتروماتيك توث اكستراكشن، ولو تقدر تعمل ايميديت امبلانت اعمل، عشان مش هيحصل بون ريزوربشن لو عملت ايميديت امبلانت. هتحافظ على البون وهتحافظ على الريدج، هتحافظ على البون وهتحافظ على الريدج. شوفوا التكنيك بتاع ان احنا نشيل الاكستراكت توث اتروماتيك ونعمل سوكت اوجمنتيشن ونحط امبلانت ايميديت امبلانت، ده اسمه البايو كول تكنيك. البايو كول تكنيك دي حاله اهيت، حاله حاله اهوت كان فيها بريدونتال ابسس، والمفروض ان انا اعمل اكستراكشن للسنه ديت، وان انا اعمل ريجيو اوجمنتيشن، وبعد فتره اعمل امبلانت. الراجل بيقول لك لو عندك مولر وعايز تعمل اكستراكشن قسمه، شيل الكراون الاول وبعدين شيل كل روت على حده، ما تعملش تروماتيك اكستراكشن. شيل الروت الاول، شيل الكراون الاول، وبعدين بعد الكراون شيل كل روت كده بالراحه على مهلك. ده اتروماتيك از بوسيبل. وبعدين بعد ما تخلعه هو حط حاجه اسمها بي ار اف بليت سيرش فايبرين عشان يعمل حاجه اسمها سوكت بريزرفيشن اهو، طلعه كذا حته مش مشكله. طبعا كان متبهدل في جرانيشن تيشو طبعا، ومتبهدل اخر بهدله، واحنا عارفين ان لو في انفكشن وبالمنظر ده ما نقدرش نعمل ايميديت امبلانت على طول، لازم نعمل سوكت بريزرفيشن الاول والانفكشن تروح والدنيا تروق خالص، وبعد كده نعمل الدنتال امبلانت بتاعنا. ده بي ار اف اهو، بدأ يحط في السوكت، يعمل سوكت بريزرفيشن اهوت. بعد فترة الدنيا اتظبطت والريدج بقى كويس والبون اتكوى كويس جدا. اتناشر اسبوع يعني 3 اشهر، ممتاز، الريدج زي الفل اهو والبون كويس جدا. بدأ يحط الامبلانت بتاعه اهو، دريلينج الدنتال مكان الامبلانت بتاعي، وبدات اعمل انسيرشن للدنتال امبلانت. خلاص حطيته، ممتاز، وقفلت تاني. تمام، اشكر حضراتكم، ويا رب بس نكون قدمنا حاجه كويسه نستفيد بيها الناس. شكرا لحضراتكم، شكرا، سلام عليكم.
جدا واستفدنا منها جدا. معايا دكتورة ازيك يا إينس. دكتورة ريم؟ عاملة ايه واخبارك ايه؟ مع حضرتك. عاملة ايه يا دكتورة اتكلمت ريم؟ بالظبط، المحاضرة جميلة جدا جدا، يعني ما فيش ولا لحظة فيها الواحد سرح، يعني ربنا الله يبارك يخليكي يا لحضرتك حبيبتي، الله ويديمك يخليكي. والله ويبارك في كنت عيلة عايزة بس الدكتورة اعمل إينس. حاجة احسن من كده، بس انا عارفة ان وقت المحاضرة يعني محدود. ازاي والله؟ لا لا، جميلة جدا والله. حضرتك بإذن ان شاء الله يا حبيبتي، الله، ان لا شاء الله دايما معاكم. ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله. وشكرا يا حبيبتي، شكرا، الف شكر يا ريم. يلا، السلام عليكم يا دكتورة ريم. ترجمة